السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ديدو سامدي. هذا النهار إن شاء الله غنقدم لكم واحد الحلقة ديال الناس يعني اللي كيخلطوا ما بين الناس محترفة كتخلط ما بين الرومي والبلدي باش تقدر تبيع. إذا كما كنعرفوا السلالات راها معروفة ديال الأرانب، يعني الناس اللي كيعرفوا. اما بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش راهم كيشريو ارنب هكاك ما كيعرفوش واش رومي ولا بلدي. كاين الناس اللي استغلوا هذه النقطه هذه. احنا ديما كما كتلاحظوا راني حضرت لكم الخطره اللي فاتت على الخداع ديال يعني الجزارين كيفاش كيديروا التسويق ديالهم. دابا نهضروا على الناس اللي كيبيعوا في السوق وكيخلطوا ما بين الرومي والبلدي. كما كنعرفوا راه البلدي ما كيكبرش دغيا والرومي كيكبر دغيا، والمده اللي كيكبر فيها الرومي هي النص ديال المده. مثلا نقولوا البلدي كيكبر في 6 شهور، الرومي كيكون في نفس الحجم وفي نفس الوزن في 3 شهور، يعني نصف ديال المده ممكن ان المربي يربحها. غير الناس كيقولوا باللي البلدي يعني بحال الشكل ديال الدجاج البلدي هو صحي اكثر، ولكن شحال من واحد غلط في هذه القضيه، لان الغالبيه ديال المربين ماشي ما كيبقاوش يوكلوا غير السكاليم وخف الرومي، كيولوا الناس كيوكلوا القشور ديال 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 الخضار، ولاو يوكلوا الحبوب الذره الشعير، يعني ما بقاش بلدي. دابا المشكله فين كاينه، ان الناس استغلوا هذه اللقطه هذه. علاش؟ لان الناس ما عارفينش الشكل ديال البلدي من الرومي. حنايا السلالات راه حنا عارفينهم، كاين نيوزيلندي بحال الابيض، كاين بابيون بحال هاد الدكار، كاين شانشيلا، ها هو راه كاين في الجهه الاخرى، هذه حتى هي تبارك الله شانشيلا. هذا اللي نيفو كحل هكا، انا كنهضر لكم على السلالات. كاين هذا اللي في نيفو كحل ودنيه كحل والديل ديالو حتى هو كاليفورني. كاين بابيون فرنسي انتوما، كاين شانشيلا سوداء راها تما، كاين يعني شانشيلا غري. المهم كاينين بزاف ديال الانواع ولكن هما روميه، وكاين حتى الكروازي. حنا نهضروا على الروميه، راه كاين اراني باللي روميه وكتشبه البلديه. مثلا هاد الشانشيلا قهويه هكا، راه كاين واحد النوع ديال في البلدي راه كيشبه لها تماما، كما كتشوفوا هذاك الارنب الرومي كما كتشوفوا البلدي. رانا الناس دابا اللي بداو كيغشوا، ان باش تكبروا في 3 شهور ماشي باش تكبروا في 6 شهور. سمو مشاو ديروا مشاو وكيبيعوا الارانب الروميه على انها بلديه، وهذا غش. هذا غش انا كنعتبره يعني حرام كاع. علاش؟ لان كتستغل يعني قله المعرفه ديال هذاك الزبون وكتضحك عليه، كتقول له هذا راه بلدي وهو رومي. هو يعني في الداخل ديالي انا راهم بحال واكلين نفس الماكله، كيتعتبر لحم. مثلا هذا البيض هذا سمو هو نيوزيلندي، كاين واحد النوع في البلدي راه كيشبه له، تقولوا هو تماما، يعني غير هذا كيتزيد مور 3 شهور كيزيد في النمو ديالو، ولكن الرومي البلدي كيتوقف، كيوصل مثلا 2 كيلو ونص صافي كيفريني ما كيبقاش، صافي كتولي هذيك هي الفورما ديالو، صافي ممكن انه يولد ويبقى في هذاك الحجم. اذا ردوا بالكم من هذه القضيه ديال الفرق ما بين الرومي والبلدي. هي عموما خاصكم تسولوا بعدا واش هذاك الارنب، واش راه تسولوا التاجر يعني اللي حاطه، واش هذا راه بلدي ولا رومي، باش ماشي نتوما تقول شحال القنيه القد والقد، وتمشي مره اخرى وتلقاها بثمن اخر وتقول انا راني شريتها الخطريفات رخيصه. هو لا ماشي رخيصه، هو راه يلاه وصلها 3 شهور 2 كيلو، ممكن انه يبيعها ب 70 درهم حتى كيولي كيبيعها ب 100 درهم ولا 80 درهم. حقا انا كنعتبر هذا الشيء غش، لان الارنب يكون عاد صغير وانت هو باقي ما 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 يعني ماشي ثمنه هذاك في الرومي، وتقول انت انه هذاك هو ثمنه وتبيعه على انه بلدي، هذاك راه غش. خاص الناس يتقوا الله. انا درت هذه الحلقه باش يعني نقول للمشاهدين، ولو انتم ما
يعني ماشي اللي كيربيو، انا كنهضر على يعني الناس اللي كيبغيو يشريو الارانب، ممكن انكم تقلدوا هذا السيد هذا، تقول له واش راه رومي ولا بلدي، ولكن باش غير تجيو تشريو على الله هو راه غادي كيقول انا راني مزيان لان راني بعت الارنب ومولاه ما سولنيش واش رومي ولا بلدي، يعني هو كيقول راني مزيان، ولكن في الحقيقه الا بغيتوا تكونوا يعني شريتوا شريه مزيانه، وهو انكم خصكم تبقاو تسولوا البائع واش هذا رومي ولا بلدي. هذا هو يعني الخلاصه ديال هذه الحلقه هذه. الا كان بغى يغش داكشي شغله، ولكن ما تمشيوش غير تشريو غير هكاك وتقولوا بلي راني شريت ارنب، وهو نتوما ما عارفينوش واش ارنب بلدي ولا رومي، ان راه كاين فرق بيناتهم. اذا هذه هي الحلقه ديالنا النهار، كنظن انني قدرت نوصل لكم الميساج يعني الرساله على اكمل وجه. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا، تكيو على زر جيم باش تساندونا، ما تنساوناش زر جيم، وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.